خالد حمود. الماتش ما كانش ساهل، سورتو اليوم كان ديربي بيننا وفاق سطيف. الحمد لله ابري ديشاك اللي درناه بالعباس جوزنا سمانه مره، وين كان الماتش في يدينا الحمد لله. انا بيان رياجي اليوم، وين دخلنا بيان في الماتش وحقنا الاهم. ونا في جونسون غروسو مودونا في ان غران ماتش. نحيو الشعب هذا اللي جاوقف معنا مالغري لا سيمان اللي جوزناها صعيبه. ان شاء الله نكملوا في هذا المينوا ان شاء الله، يعني نكونوا سوليد ان شاء الله. مازال خير قدام ان شاء الله، نادوا مباراه في القمه ان شاء الله. الحمد لله، يعني كان علي الحظ يعني باش مررت وعاونت صحابي وسجلت. صافي كيما قلت لك مع فضل الزملاء تاعي الحمد لله. ان شاء الله مازال خير قدام ان شاء الله. يعني واحد التصريحات بين المديرين والمدرب الى انكم يعني اكدتوا بانكم بعيدين كل بعد ان كل ميه. سي فري، يعني الوضعيه اللي انا فيها شويه ماشي مفهومه. الحمد لله يعني هذيك بقينا كونسونطري على الماتش. لازم يعني الديربي هذا لازم النقاط يكونوا يبقوا في ارضيه الميدان تاعنا، وان شاء الله يعني نحاولوا باش نسقموا الوضعيه تاعنا ان شاء الله. ربي يحفظك.